حيرة كبيرة يعيشها الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، وذلك قبل أيام من مواجهتي السنغال الحاسمتين في الصعود إلى كأس العالم 2022 والمقرر لهما 25 و29 من مارس الجاري. حيرة الجهاز الفني تأتي بسبب المستوى الذي ظهر به اللاعبون الدوليون مع أنديتهم منذ عودتهم من المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وهو الأمر الذي قد يدفع المدير للاعتماد على بعض الأسماء الجديدة، لا سيما من قائمة اللاعبين المحترفين الذين أعلن عن استدعائهم للمنتخب في الفترة المقبلة. تراجع مستوى الدوليين مع أنديتهم خصوصاً الأهلي والزمالك أمر قد يثير القلق لدى الجميع قبل المرحلة الحاسمة من التصفيات، لكن في الوقت ذاته المدرب البرتغالي يمتلك من الخبرات ما يمكنه من التعامل مع مثل هذه المواقف، لا سيما وأنه كثيراً ما تحدث عن امتلاء مصر باللاعبين المميزين والموهوبين. وعندما تولى كيروش المسؤولية خلفاً لحسام البدري، أعلن أن اتفاقه مع اتحاد الكرة هو قيادة الفراعنة نحو بلوغ كأس العالم، الأمر الذي لم يعجب المشجعين المصريين الذين وجهوا العديد من الانتقادات للمدير الفني، إلا أن تلك الانتقادات بدأت تتلاشى بل وتتحول إلى ثقة ودعم للمدير الفني بعد قيادة المنتخب إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية. فهل ينجح كيروش في استغلال الدعم من أجل تحقيق حلم الجماهير برؤية العلم المصري يرفرف في الملاعب القطرية نهاية العام الجاري؟ هذا ما ستجيب عنه نتيجة مباراتي السنغال. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى. أنا ممكن كده، أنا دايماً ما بعملش الحركة دي، بس هقولها لكم المرة دي عشان أنا متأكد إن ده هيحصل. الفقرة دي حقيقي بقى مميزة. مميزة ليه؟ عشان هتاخدنا لزاوية تانية خالص في الرياضة، هتاخدنا في زاوية تانية خالص في كرة القدم. إحنا دايماً نتعامل مع كرة القدم إن هي ملعب 11 ضد 11، جهاز فني قاعد بره بيخطط، في جهاز طبي كمان بيبقى موجود معاه وشوية معاونين مهمين في التشكيلة. دي كرة بالنسبة لنا، بس الكرة فيها حاجات تانية كتير، فيها علوم تانية كتير، فيها حاجات احنا بننتقدها بس ساعات ما بنفهمش يعني طب الحلول بتاعتها ايه. يعني ما اقول لك مثلا ايه، احنا الملاعب عندنا محتاجة تطوير في تنمية الموارد. يعني ايه اصلا الجملة ديت؟ مش هي الملاعب تذاكر مباريات ومدرجات وخلاص؟ لا، الموضوع طلع اكبر من كده بكتير. عشان كده يشرفني ونورني في هذه الفقرة واحد من الناس الموهوبة جدا المميزة جدا في شغلها، أستاذ سيد فاروق، مستشار تقني، وهفهمكم يعني مستشار تقني دلوقتي، وأيضا هو بيدرس عملية تنمية الموارد في الملاعب. برضو هنفهم الكلام ده منه، يعني إيه أصلا تنمية موارد في ملاعب كرة القدم. يا فندم مشرف ومنور. أنا متشكر جدا على الاستضافة وشكرا ليك، وأنا مبسوط جدا أن أنا أكون موجود معك وعلى القناة الأولى طبعا، فده يعني أنا بتشرف بحاجة زي كده. أنا أسعد جدا، بس خد بالك أنا دلوقتي رهنت قدام المشاهدين أنها تبقى فقرة جامدة جدا. لا إن شاء الله. فأنا حطيت ضغط عليك وعليا بصراحة. لا خالص. طيب أنا عايز أبدأ معاك بالقصة بتاعت الملاعب دي. لما سافرنا في كذا دولة مثلا، نروح ملعب، نروح نتفرج على مباراة وبتاع، واحد داخلين ملعب نلاقي اللي هي بين قوسين يعني الفاسيلتيز، اللي هو تلاقي مش عارف مطاعم، تلاقي اماكن تشرب فيها كوبايه قهوه، مش عارف يعني، تلاقي في اكتيفيتيز لعب وحاجات. الحاجات دي احنا ما بنهتمش بيها، احنا بنهتم من دخول الجماهير بس والتذاكر وتبقى الكراسي كويسه والقعده كويسه وبس. يعني ايه بقى انمي مواد الاستاد بحيث ان انا كنادي او كاتحاد اكسب منه فلوس؟ طيب الاستاد مش مجرد يعني مكان بيتعمل فيه ماتش بس. حلو. اللي احنا بنستخدمه هنا او بنستخدمه في الشرق الاوسط في العموم، يعني ان احنا الاستاد ده بنستخدمه لل يعني نستضيف الاحداث الرياضيه او حاجه زي كده، مباريات مثلا او حاجه زي كده. يوم المباراه ده يعني جزء من موارد الاستاد، لكن الاستاد في العموم بيبقى فيه بره يوم المباراة ده بيبقى فيه موارد أكتر من ما يوم المباراة نفسه بيوردها أو العائد بتاعها بيبقى أعلى من يوم المباراة نفسه. الموارد بتاعة الاستاد بتقسم لثلاثة. احنا في حاجة احنا بنسميها الاستراتيجيك بارتنرشيب، اللي هو النيمينج رايتس مثلا، انت بتبيع الاسم بتاع الاستاد. هايل.
لما تيجي مثلا تشوف مثلا مانشستر سيتي مثلا الاتحاد بيدفع في النيمينج رايتس ده حوالي 17 مليون استرليني في السنه. صح. الواندا بوليتانو مثلا في اتلتيكو مدريد بيدفعوا فيه، هنوصل دي يا جماعه بس لحظه واحده، بيدفعوا فيه حوالي 7 مليون تقريبا او 8 مليون. الامارات بيدفعوا فيه 6 مليون. هايل. فدي حاجه اسمها بارتنرشيب، اللي هو انت ايه بتبيع اسم الاستاد لمده مثلا 10 15 سنه. هايل. يوم المباراه ده بيتعمل بقى في حاجات تانية خالص، يعني بتعمل بيبقى عندك موارد مختلفه خالص من حتت مختلفه. يعني انا مثلا في الهوسبيتاليتي بوكسز اللي هي، تحب نعرض البرزنتيشن تشرح لي اكتر؟ طيب نعرض البرزنتيشن عشان كمان سيد يشرح عليه بشكل اكبر، عشان انت واضح ان انت هتبدا تخش لي بقى في تفاصيل والتفاصيل دي اللي انا بحبها، انا بتاع تفاصيل. انا همشي الكلام اللي هو يبقى عاي. وانت ما شاء الله عليك. الله يخليك. هايل. يلا بينا. طيب دي الموارد، الحاجات دي الاول اللي بتدرسها صح؟ مبدئيا يعني دي حاجات علميه، دي حاجات مش حاجات كده اللي هو من محطوطه وخلاص. لا مش اي كلام طبعا. اتفضل يا فندم. الحاجات اللي احنا شايفينها دي موارد الاستاد يوم المباراه. خد بالك ان الكلام المكتوب ده بالنسبه للناس او بعض الناس ممكن ما بقاش مفهوم، دي مصطلحات علميه. هنترجم. انت قول لنا بقى المصطلحات العلميه. يعني مثلا اول حاجه احنا بنتكلم عليها بنقول الكوربريت ممبرشيبس. دي شركات بتيجي تاخد الغرف بتاعت الهوسبيتاليتي او بتاعت الضيافه ديت السنه كلها. هايل. فبتدفع مثلا يعني في استاد ويمبلي بيدفعوا حوالي اب تو 37,000 جنيه استرليني في السنه. استاد ويمبلي واحد من اهم واهم استاد في انجلترا يعني. بالظبط. طبعا. طبعا بالنسبه للانديه علشان بيبقى عندهم احداث ومباريات اكتر ممكن يعلوا عن الموضوع ده. هايل. وده حسب البراند بتاع النادي. اللي بعدها طبعا الباركينج ده اللي هو الجراشات والحاجات زي كده. الجراش يوم المباراه بيبقى متباع مع التذكره او خارج يوم المباراه بيتباع للشركات اللي حوالين الاستاد، اي حد عايز يجي يركن العربيه بتاعته او حاجه زي كده. هايل. الكلام ده بيطلع منه فلوس برضه. التيكتنج طبعا دي التذاكر اللي بتتباع عشان المباراه دي سهل. بس التيكتنج ديت في اكتر من 60 نوع تذاكر. ايوه اشرح لي بقى. انواع التذاكر دي بقى في منها الهوسبيتاليتي، في منها الكاتيجوري 1 و2 و3، في التذاكر الموسميه. والتذاكر الموسميه ديت بره في، يعني مثلا في البريمير ليج التذاكر الموسميه ديت بتمثل اب تو يعني 75% من سعه الاستاد. البقيه ال 25% دي بتبقى هوسبيتاليتي، بتبقى مثلا شركات للرعاه، ناس عاديه اللي هم الفانز. الفانز هناك انت عشان تشتري تذكره لازم تبقى عضو في النادي اصلا. العضويه ديت انت بتدفعها كل سنه حوالي 40 استرليني تقريبا. حسب طبعا النادي واسعاره. خريت بس نرجع الاستاد نرجع تاني. نرجعه تاني يا جماعه. حسب النادي واسعاره. انت بتدفع ال 40 جنيه استرليني دول علشان يبقى انت ليك الحق ان انت تشتري التذكره. هايل. لان انت لو ما انت مش عضو فانت مش ما ينفعش انت اساسا تشتريها. هتضطر ان انت تروح تشتريها منين، سوق سوداء مثلا وحاجات زي كده، وهتشتريها مثلا بحوالي 3 او 4 اضعاف. بس هنا تقصد باشتراك النادي اللي هو اشتراك مثلا فريق مانشستر يونايتد، فريق كوره، فالاشتراك بيبقى حاجه مش غاليه برضو قوي. يعني انت مثلا تيجي تقول لي اقصد تيجي تقول لي مثلا لحد هنا في مصر تقول له ايه، انت عشان تروح مباراه النادي الاهلي فانت لازم تدفع اشتراك النادي الاهلي، فاشتراك النادي الاهلي حاجه كبيره، اشتراك نادي الزمالك. احنا هناك بنسميها العضويه الجماهيريه. ايوه. تمام. انت اسمك مهم. اسمك وبياناتك وكل حاجه موجوده في الداتابيس بتاعت النادي. صحيح. لما احنا بنطرح التذاكر بنطرحها للناس بتوع التذاكر الموسميه الاول. هايل. كويس. يعني انت لو مشتري التذكره الموسميه فانا ببيع لك بريمير ليج بس. لو انت بقى انا بلعب مثلا اف اي كاب او بلعب كاراباو كاب او بلعب تشامبيونز ليج دي ليها حاجه ثانيه. هايل. فاحنا بنطرح التذاكر دي حاجه اسمها بالوت. البالوت الاولاني ده احنا بنطرحه للناس علشان الناس اللي معاهم التذكره الموسميه يقدر ان هو ايه يا اما يوبت ان او اوت. هايل. هيقول ان انا هشتري التذكره دي وهحضر الماتش ده او لا. فهو لو قال لا بيفضل شويه تذاكر تاني. فاحنا بنطرح البالوت التاني للناس اللي هم معاهم الممبرشيب ده. ممتاز. كويس. فده حته التذاكر. هايل. تذاكر بقى يعني ممكن نقعد نتكلم فيها الليله كتير. كلها كتير. طب نكمل البرزنتيشن.
نكمل. ده جزء مهم من التذاكر. ده هو جزء مهم من التذاكر. طيب. بس زي ما قلت لحضرتك كده في اكتر من 60 نوع تذاكر. يعني انت ممكن تشتري تذكره بالباركينج، تذكره بالباركينج والوجبه اللي انت تشتريها جوه، تذكره بالسكارف، تذكره بالكاب، تذكره بالتيشيرت. ولما باجي ابيع لك التيشيرت انا مش ببيع لك تيشيرت بتاع المباراه بس، او الزي الرسمي اللي هم الثلاثه زي اللي كل نادي بيختارهم، لا انا كمان ببيع لك التيشيرت بتاع الفرقه وهي بتسخن قبل الماتش. عظيم. تعال بقى ناخد دي كمان عشان كويس. الكيوسكس ديت اللي هي الاكشاك اللي انت بتشوفها تحت المدرجات. ايوه. الاكشاك ديت بتبقى موجوده في كل ستاند، ودول بيبقوا كتير يعني حسب سعه الاستاد والاستاد ده قد ايه. الاكشاك دي بيبقى فيها ايه بقى مثلا؟ دي بيبقى فيها فاست فود. كلها هي كلها فاست فود بس. لان دي بتاعه الجماهير اللي هم مش دافعين هوسبيتاليتي بقى وقاعدين في بوكسز وعندهم يعني مثلا حاجه زي الاكارت. انت لو دافع هوسبيتاليتي فانت بتيجي تختار الاكل اللي انت هتاكله. صح. انا ما بدكش مثلا اوبن بوفيه كده وبقول لك روح كل اللي انت عايزه، لا بتختار. بتختار يعني انت لو عايز ستيك هتاخد ستيك، لو عايز حاجه تانية هتاخدها. صح. عادي جدا. حلو قوي. الهوسبيتاليتي طبعا احنا اوريدي اتكلمنا عليها. المارشندايزنج دي ده المحل بتاع النادي، والمحل بتاع النادي يوم الماتش ده مش ما بيكونش المحل بس. لا ده بيبقى المحل وفي فروع تانية جوه تحت المدرجات. صح. فانت حتى لو انت ما اشتريتش وانت داخل انت جوه المدرج فانت اوريدي في الهايب. فانت ممكن ايوه تقصد ان ايه انا دلوقتي وانا عمال اشجع وسخنان جدا، هات يا عم سكارف، انا عايز امسك سكارف، انا عايز امسك علم، انا عايز البس تي شيرت. اللي احلى من كده ان انت لما بتخش جوه الدنيا بتبقى برد، لو انت مش جايب سكارف ولا حاجه. صح. فانت هتروح تشتري سكارف او تشتري ايس كاب او حاجه زي كده. ودي كلها حاجات رسميه، حاجات رسميه يعني مش حاجات النادي بين قوسين يعني المضروبه. دي الحاجات الاصليه اللي بتبقى موجوده في المدرجات. بالظبط كده. كويس. السبونسر شيبس دي طبعا احنا بنبيعها للشركات اللي هي بتيجي تعمل رعايه مع النادي. والرعايات دي بقى يعني مثلا يونايتد عنده اكتر من 160 راعي. ومش لازم ان انت الناس اللي بترعاك تبقى موجوده معاك في الريجن، لا انت ممكن يبقى الراعي بتاعك زي مثلا في بنوك هنا في مصر بتعمل رعايه لليفربول مثلا. ده علشان انت عندك كمية ناس بتشجع النادي ده في الريجن ده. كويس. لما تجيب بقى تبص على الأسواق في آسيا وحاجات زي كده، حاجات زي الصين مثلا، تلاقي الأندية الإنجليزية ليها حضور كبير قوي هناك. وعشان كده بيروحوا يعملوا التور بتاعت الصيف، ودي برضو تنمية موارد. كويس. بيعملوا الماتشات دي هناك. الديجيتال أسيتس، ودي بقى يعني إيه ده يعني الجديد شوية. الديجيتال أسيتس دي بتاعت النادي. أنت بيبقى عندك مثلا قناة، عندك الاكونتس بتاعت السوشيال ميديا بتاعتك، الحاجات دي بتنزل برضو برعايه. يعني انت مثلا لو ممكن تبقى انت يعني بتعمل مثلا اكسكلوسيف انترفيو مثلا مع حد، ومثلا ده برعايه كذا، الحاجات ديت ممكن تطلع برضو منها فلوس تانية، لان انت الحاجات دي بتبيعها للميديا، للقنوات التانية او القنوات الفضائيه التانية اللي موجوده حواليك. الفود اند بافريج والريستورانتس الاثنين دول مربوطين ببعض شويه، بس انا يعني بحب افرقهم. فود اند بافريج النهارده انت داخل الاستاد بتاكل بتشرب بتعمل الكلام دوت في الريستورانتس. فانت بتقعد في الريستوران بتاخد بتطلب اللي انت عايزه بيجي لك. كويس. ده بتاع الريستورانت اللي انت قاعد. لكن في حاجه اسمها الكلابس. الكلابس ديت الناس اللي هم مثلا مشترين تذكره موسميه بقالهم مثلا 25 سنه، فانا بقول له انت بلاتنم. البلاتنم ده بيخش بيبقى ليه كرسي معين بادد جلد مندلة. ساعات كمان بنحط اسامي المشجعين على الكرسي نفسه، يعني الكرسي بيبقى ليه يافطه كده. ودول بيبقى ليهم ناس، الناس دي بيبقى ليهم اكسس معين على الكلابس دي. الكلابس دي بيبقى فيها فود اند بافريج طبعا. فده يوم المباراه بس. الله. يعني حضرت مره مباراه سد مرات في ملعب ارسنال، كنت موجود في المكان اللي هو البوكس ده الكلاب. ده حاجه كان دلع. طبعا يعني فوز، يعني كنت محظوظ يعني انا كنت موجود فيه بدعوه من احد الاصدقاء، انه الاكل والشرب وانك تقدر تفتح الازاز وتعدي كمان تقعد في المدرجات وترجع تاني.
بس كانت حاجه الدنيا كانت حلوه قوي. في كمان في بدات تتعمل في استاد القاهره الكلام ده يعني. انا في احنا عاملين حوالي 60 غرفه تقريبا في استاد القاهره. طبعا اتعمل بشكل رائع جدا كمان. بس كمان 60 غرفه دول انت ممكن تطلع منهم فلوس اكتر يعني فاهم بكتير. يعني انت ال 60 غرفه اللي موجودين دولت انت ليه ما بتكلمش رجال اعمال مثلا؟ ليه ما بتكلمش مثلا شركات كبيره اللي بترعى بقى والمنتخب وحاجات زي كده؟ اعتقد يعني بس مش ما عنديش معلومه اكد. اعتقد ده حصل في كاس الامم الافريقيه. اعتقد كاس الامم الافريقيه بس لازم بقى يحصل يبقى ده بشكل دائم. طبعا طبعا يعني ماتش السنغال اللي جاي ده ممكن نطلع منه فلوس كتير 100% 100%. لسه كاملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع سيد فاروق. خليكم معنا بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. طيب انا عايز بس انا دي ما وضحتهاش في الاول. استاذ سيد فاروق ده راجل مسؤول في اداره المباريات في مانشستر يونايتد. ادار عدد كبير من المباريات مع مانشستر يونايتد. يعني ايه اصلا اداره مباراه؟ عشان برضو اداره المباراه بالنسبه لنا بتفكيرنا هو اداره المباراه مثلا تحكيميا، اداره المباراه مثلا فنيا. يعني ايه اداره مباراه اصلا؟ يعني اداره الماتش اللي بيحصل فيه ايه؟ ده على مستوى تفكيرنا او فهمنا كجماهير او حتى متابعين. هي اداره المباراه يعني اداره المباراه عندنا بتبدا اسبوع قبل الماتش. عندنا دي تقصد بيها مانشستر يونايتد. يعني مش لازم مانشستر يونايتد او ممكن اي نادي تاني. انت حضرت اكتر من مباراه لمانشستر يونايتد. 92 مباراه فده رقم عظيم يعني اكيد. 92 ماتش داي هايل. تمام. منهم بقى الفريق اول حوالي 60 تقريبا هايل. والفرق اللي تحت 23 وطبعا بتشجع مانشستر يونايتد. لا انا بشجع ارسنال اصلا. طيب وهم كانوا عارفين على فكره كده. كنت عايز اشكيلك احزاني في مانشستر يونايتد بس خلاص اتفضل كمل انا اشكيلك بعدين بقى. هو كمان كان يعني باي ذا واي بس علشان الناس بس تفهم هو كان احسن لهم ان انا ما بشجعش مانشستر يونايتد. يعني انت لو شفت مكتبي مثلا يوم المباراه انا الجراوند قدامي وقدامي الشاشات بتاعتي فانا لو دماغي في الماتش طبعا بشجع هتسرح بسرح هتنفعل مع المباراه فانا ماليش دعوه بالماتش. انا شغل بس الشغل اللي قدامي لازم اشوفه. طيب اداره المباراه دي احنا بنبدا ب عندنا سيكونس كده بنمشي بيه من قبل المباراه باسبوع. ده بيبقى الاجتماع التحضيري. الاجتماع ده بيجي فيه بقى ناس من البوليس، بيجي ناس مثلا من الطقس، ناس بتوع الكانسل اللي هم الحي والمحافظه والمواصلات. احنا بقى بنبقى قاعدين مع الناس دي. لو حد مثلا عنده شايف ريسك مثلا معين فبيريز الريسك ده في الوقت ده. بيقول انا عندي مشكله في الحته الفلانيه، انا عندي أنا عاصفه مثلاً اليوم ده مثلا خدوا بالكم. انا مثلا انا مثلا مسؤول عن الجيتس بتاعت الاستاد. انا مسؤول عن دخول ال 76,000 بني ادم ده المشجعين دولت في خلال 3 ساعات. اوكي. فانا لازم يبقى الجيتس بتاعتي كلها شغاله. ده السيكونس بتاع المباراه. فده اول يعني اسبوع قبل المباراه احنا بنريز اي ريسك مثلا او حاجه زي كده. 48 ساعه قبل المباراه بنعمل التيست بتاع كل السيستمز اللي موجوده. 24 ساعه بنعمل التيست بتاع السوفت وير بتاع السيستمز اللي موجوده جوه الاستاد. من تيكتنج لجيتس لفود اند بافريج لهوسبيتاليتي لكل الكلام ده. 7 ساعات قبل الماتش ده احنا بنبقى لازم نبقى موجودين في الاستاد 7 ساعات قبل الماتش. فبنعمل الريجستريشن بتاعنا بنبدا السيكونس بتاعنا. 5 ساعات قبل الماتش الكنترول روم بتبدا تعمل بتانيشيت السيكونس اللي احنا ماشيين بيه. احنا عندنا كتاب كده كبير كل قسم لازم يبقى شايف الكتاب ده يقعد يقرا الحاجات مطلوبه منه. عندنا مثلا بلان وعندنا كونتينجنسي بلان. فانت لو حاجه مثلا باظت لازم انت تبلغ فيها في الجنرال شانل. يعني احنا كلنا بنتعامل بالراديو جوه جوه الاستاد. فانا بقول انا عندي حاجه باظت انا بسويتش على الخطه البديله. هايل. كويس. 3 ساعات قبل الماتش احنا بنفتح الابواب للناس بتوع الهوسبيتاليتي الكلب اللي حضرتك كنت قاعد فيه ده. كويس. ده 3 ساعات قبل الماتش بيتفتح 3 ساعات قبل الماتش وده يعني ساعه زياده لان احنا انت دافع فلوس زياده.
فانت لازم مش دافع فلوس، كان فلوس كتير قوي بيني وبينك يعني. بس الفلوس كتير قوي عرفت بعد كده ارقام غريبه. لا تذكره الكلاب ديت بتبقى بحوالي يعني فوق ال 300 جنيه استرليني. لكن التذكره بتاعت المشجع العادي بتبقى بحوالي 40 50 استرليني. دول ثلاث ساعات قبل الماتش. عندنا بقى الاكسس سيستم بيبدا يشتغل، بقيه السيستمز كلها بتبدا ان هي تشتغل لان الجماهير اوريدي بدات تدخل. ساعتين قبل المباراه احنا بنفتح الابواب للجماهير العاديه، ودي ليها حسابات يعني. احنا ما بنحددش ساعتين كده جزافا، انت لازم يبقى عندك كميه جيتس كافيه ان هي تملى الاستاد بمتوسط معين في الوقت ده. انت عندك الويندو ديت اللي الساعتين لازم تدخل فيهم على تقريبا حوالي 70,000 بني ادم. فانت لازم يعني اولد ترافورد مثلا في 164 بوابه كويس، فالسرعه المتوسط بتاع البني ادم العادي ان هو يتفتش ويخش جوه التيرن ستايل ويسكان التيكت ويخش جوه الاستاد دي حوالي 20 ثانيه. هايل. فانت بتدخل كل بوابه بتدخل ثلاث بني ادمين في دقيقه. فلو ضربتهم في 164 واضرب بقى 164 في 60 تعرف الاستاد سعته ان هو يدخل كام فان في ساعه. فعشان كده احنا بنقول ساعتين. الله. كويس؟ فدي ليها حسابات. دخول الناس ليه حسابات وخروجهم كمان ليه حسابات. يعني انت لما بتيجي بتعمل الايفاكويشن بتاع الاستاد لو انت مثلا عندك ايمرجنسي مثلا ولا حاجه، انت عندك وقت، انت عندك تارجت محدد تعمل ايفاكويشن فيه. يعني مثلا بتقول ايه 10 دقائق حسب سعه الاستاد عامله ازاي. يعني انت استاد مثلا 40,000 بياخد اقل من 10 دقائق عشان تفضيه خالص. الايفاكويشن ده بيحصل للامور بعد الماتش، للامور العاديه وفي حاله الامرجنسي، حاله الطوارئ يعني. كويس. في حاله الطوارئ دي ليها خطه، والخروج العادي بيبقى ليه خطه برضه. سلام. هو يعني انا عارف والله انا عارف. انا بص انا مستمتع جدا الله يخليك، بس انا دايما الوقت بيقتلني يعني، فاهم؟ الوقت دايما داخل في رقبتي كده على طول بيخلص مني. فانا هطلب من حضرتك نقعد قعده اطول شويه الاول، بس قبل ما اختم معاك عشان بس نفرح الناس يعني تبقى الناس مبسوطه كمان بالكلام اللي انت بتقوله. انت بتدرس الكلام ده دلوقتي في احد الجامعات في مصر؟ صح؟ يعني في شباب دلوقتي بيسمعوا الكلام ده وبيتعلموه؟ هو كمان اول بكالوريوس اداره رياضيه في مصر. هايل هايل. ده كلام يعني يفتح متخصص في الاداره الرياضيه بس، ملوش دعوه بالتربيه البدنيه. فاهم يعني حاجات اداره بقى، مش في الملعب. انا الجمله اللي بقولها على طول مش ارض الملعب يا جماعه، في حاجات غير ارض الملعب بتحصل. لا يعني في حاجات كتير جدا. صح. حوالين السبورت. احنا هنقعد مع بعض كتير، انت شرفتني ونورتني النهارده، والوقت انا عارف قليل، بس الكلام انت قلته دوت محتاج حلقات يعني، محتاج محاضرات زي اللي بتديها يعني محاضرات طول الوقت. شرفتنا ونورتنا يا سيد، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد فاروق، مستشار تقني كان موجود مع او موجود اوريدي مع نادي مانشستر يونايتد، وهو الان يدرس فكره تنميه الموارد في ملاعب كره القدم. هيكون معايا دايما بصراحه يعني، انا مسكت اهو دلوقتي هيفضل موجود معانا. اصل بالنسبه لي انا شخصيا محاضرات رائعه جدا، محاضرات مجانيه. اشوفكم يا رب على الف خير.